من عند الماي هذا بير الامام السجاد وهذا بيت الامام السجاد وهذا المحراب هذا محراب الامام اخواني هذا محراب الامام السجاد اللي كان يصلي فيه وهو محدود بالظهر في عنقه الجراحات وفي جسده الالام وفي خلفه جراحات كبيره زين وهذا مقام سلام الله عليك يا سيدي يا سيدي يا ابو محمد السلام عليك وعلى سجدتك صاحب السجدة صاحب السجدة هاي حجرة الإمام زين العابدين أخوان هذا الشباك الإمام زين العابدين وهذا بيت عيال الإمام زين العابدين وهذا مدخل دار الإمام زين العابدين هنا بقى وهو يحمل المهنة هذه بيوت الفقراء العظماء العظماء في الآخرة فقراء في الدنيا هذا بيتك يا سيدي نسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلنا معكم في الدنيا والآخرة السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا سيد العالمين أشهد أن لا إله إلا أكبر شو هذا مفترق الطرق جو منا من باب هذا الباب دخلوا وهذا المكان جلسوا سووا له عملوا له مسادة من سروج الأباعير وجلس عليه وبدا يروي للناس واقعة الطواف من خروجه من مدينة ومكة إلى رجوعه إلى المدينة يقول لهم ايش صارت بيني هنا كلها ناس راح نشوفكم اللقاء بين أم البنين وبين زينب وهنا جالس هسه هي منطقة العنبرية شوي اللي قدام محطة قطار لهذا المكان يقول فقدت الوعي 3 أيام من البنين لا تتكلم جاءوا للإمام قالوا له يا ابن رسول الله إن أمها ماتت قال لا حاشا لا تموت مدتها بعد رحيل الحسين سنة تبقى بعد يلا ترتحل اذهب إليها زينب كلميها يقول إجت ليها زينب لقيتها فاقد الوعي جلست عند رأسها قالت أمه أنا زينب قل أرضى صوتك تعجبونها نفرة زينب وأحوال زينب قلت لها أنت زينب الهاشمي قالت لا لا أنا يما زينب النسبي أخذت تحدثها وتكلمها تسألها عن الحسين وهي تتحدث معها